بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 60. أي الثلاثة أشد حمقا؟ حمقا هنا تمييز. يحكى أن أحمقين اصطحبا في طريق. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. أحمقين اسم أن منصوب وعلامات نصبه الياء لأنه مثنى. اصطحبا فعل ماض والألف ألف الاثنين. ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فاعل. والجملة الفعلية في محل رافع خبر أن. في طريق متعلقا بالفعل اصطحبا. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رافع نائب فاعل. فقال أحدهما للآخر تعالى نتمنى على الله فإن الطريق تقطع بالحديث. الفاء حرف عطف. قال فعل أحد فاعل وهو مضاف هما مضاف إليه للآخر متعلقا بقال. تعالى فعل أمر وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نتمنى فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. والتقدير تعالى إن تأتي نتمنى. على الله متعلقا بنتمنى. الفاء التعليلية بمعنى لأجل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل. الطريق اسم إن تقطع فعل مضارع مبني للمجهول. ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هي. والجملة الفعلية في محل رافع خبر إن. بالحديث متعلقا بالفعل تقطع. فقال أنا أتمنى قطعان غنم أنتفع بألبانها ولحومها وأصوافها. الفاء حرف عطف. قال فعل وفاعل. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رافع مبتدأ. أتمنى فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل رافع خبر المبتدأ. قطعان مفعول به وهو مضاف غنم مضاف إليه. أنتفع فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل جر نعت لغنم. بألبان متعلقا بأنتفع وألبان مضاف ها مضاف إليه. الواو حرف عطف. لحومها معطوف على ألبانها. الواو حرف عطف. أصوافها معطوف على لحومها. فقال الآخر أنا أتمنى قطعان ذئاب أرسلها على غنمك حتى لا تترك منه شيئا. الواو حرف عطف. قال فعل الآخر فاعل. أنا ضمير منفصل في محل رافع مبتدأ. أتمنى فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل رافع خبر المبتدأ. قطعان مفعول به وهو مضاف ذئاب مضاف إليه. أرسل فعل وفاعل ها مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر نعت لذئاب. على غنم متعلقا بأرسله وغنم مضاف كمضاف إليه. حتى حرف جر ونصب لا حرف نفي تترك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى. والجار والمجر متعلق بالفعل أرسله منه متعلق بتترك شيئا مفعول به. فقال ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة. الفاء حرف عطف. قال فعل وفاعل. ويحك مفعول مطلق لفعل محذوف من معناها أو مفعول به أي ألزمك الله ويحا وهو مضاف كمضاف إليه. الهمزة حرف استفهام. هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. من حق شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. وحق مضاف الصحبة مضاف إليه. وحرف عطف حرمة العشرة معطوف على حق الصحبة. فتصايح وتخاصم واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسك بالأتواق. الفاء حرف عطف. تصايح فعل والألف فاعل. وحرف عطف تخاصم فعل والألف فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف. اشتدت فعل والتاء للتانيث. الخصومة فاعل. بين ظرف مكان مضاف هما مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل اشتدت. حتى حرف عطف للغاية. تماسك فعل والألف فاعل. بالأطواق متعلقا بتماسك. ثم تراضيا على أن أول من يطلع عليهما يكون حكما بينهما. ثم حرف عطف. تراضيا فعل والألف فاعل على حرف جر.
أن حرف مشبه بالفعل. أول اسم أن وهو مضاف من اسم مفصول في محل جر مضاف إليه. يطلع فعل وفاعل عليهما متعلقا بيطلع يكون فعل ماض ناقص. واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رافع حكما خبر يكون، وجملة يكون حكما في محل رافع خبر أن. بين ظرف مكان وهو مضاف هما مضاف إليه وشبه الجملة في محل نصب نعت لحكما. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بعلى، والجار والمجر متعلق بتراضيا. فطلع عليهما شيخ بحمار عليه زقان من عسل. الفاء حرف عطف طلع فعل عليهما متعلقا بطلع، شيخ فاعل بحمار متعلقا بطلع. عليه شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، زقان مبتدأ مؤخر. مرفوعا وعلامات رفعه الألف لأنه مثنى. والجملة الإسمية في محل جر نعت لحمار. من عسل شبه الجملة في محل رفع نعت لزقان. فحدثاه بحديثهما فأنزل الزقان وفتحهما حتى سال العسل على التراب. الفاء حرف عطف حدث فعل والألف فاعل هو مفعول به بحديث متعلق بحدث وحديث مضاف هما مضاف إليه. الفاء حرف عطف أنزل فعل وفاعل، الزقان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. الواو حرف عطف فتح فعل وفاعل هما مفعول به حتى حرف عطف سال فعل العسل فاعل على التراب متعلقا بسال. ثم قال صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكون أحمقين. ثم حرف عطف قال فعل وفاعل، صب فعل ماض، الله لو ذو الجلال فاعل، دمي مفعول به وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. مثل ظرف مكان وهو مضاف هذا مضاف إليه. العسل بدل إن حرف شرط لم حرف جزم تكون فعل مضارع ناقص. والألف ألف الإثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون. أحمقين خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الياء. فعل الشرط في هذه الجملة تكون أحمقين، وجواب الشرط صب الله والله أعلم بالصواب.